السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا أبو علي، أخبار التعاملات في القنصلية في المملكة العربية السعودية معاك كمواطن مصري؟ المعاملات بتبقى صعبة جدا، بيطلب مننا مثلا، كان معايا اولادي جيت انزلهم، كان الجواز قرب ينتهي، بقول له عايز امدده، يقول لك لا ما فيش تمديد، بقول له طب خلاص هم نازلين نهائي، يقول لك لا لا ما فيش تمديد، ادفع فلوس الجديد تجديد واحد وانا امدده لك. طب اقول له اجدد اعمل ايه بيه اذا كانوا هم نازلين؟ بيجوا يجبرونا من احنا بنتصرف بطرق تانية. يعني انا جوازي وانا نازل كان باقي فيه تقريبا 15 يوم او 20 يوم، انا كنت ناسي اجدده، عشان اجي اجدده وانزل لا ما ينفعش، لازم تدفع واحد جديد وتنتظر لما يجي، يا اما تدفع جديد وتنزل. اضطرينا نعمل ايه؟ السعوديه حلت لنا الموضوع، بيخش يجي الكفيل يخش على قفشه ويعمل لي تمديد الجواز من غير ورق ولا من غير مستندات، انا في المطار بيكشف علي في السيستم بتاع السعوديه بيلقاه متحدث بنزل بيه، انا نزل اخر يوم في جوازي يعني انت معايا صديق. يعني بستنى بس يا ابو علي عشان دي نقطه مهمه جدا. يعني انت البلد اللي انت عايش فيها خدمتك ووقفت جنبك وانت مش مواطن فيها، والبلد اللي انت مواطن فيها يقول لك لا مش هنمدد لك، ده اللي حصل معاك؟ يقول لك لا ما فيش تمديد، لازم تجدد تدفع ثمن الجديد. طب انا نازل، يقول لك لا ادفع ثمن الجديد ولما تيجي تستلمه وهمدد لك، ايوه تدفع ثمن التمديد. فرحت انا جددت، انا وصديقي جددنا زي كده من خلال الكفيل، راح دخل على الابشر عملنا تمديد، انا نزلت كان باقي يوم في الانتهاء ونزل كان منتهي، راح ختموا له عليه منه منتهي في المطار ودخلنا وعملها البلد. بمنتهى البساطة من على النت يعني. من على ببساطة على النت دخل كفيل على الأبشر بتاعه وعمل التمديد، ولا طيب لينا دعوة بالسفارة ولا لنا دعوة. يعني أنا طيب هنا طيب بيقول هقول هقول لك على حاجة يا أبو علي. أبو محمد كلمني من لندن وبيقول لي إن هو راح القنصلية كان التعامل قمة في الرقي وبتاع، قلت له طيب ليه ما يبقاش النموذج ده موجود في كل البلدان؟ فقال لي عشان مثلا حاجة مكان زي المملكة العربية السعودية بتبقى الجالية المصرية عددها كبير، فبالتالي ما بيبقاش فيه وقت فبيتأخروا شوية في التعاملات. هل الموضوع تأخير في التعاملات ولا رفض أصلا للتعاملات؟ لا، تأخير في المعاملات أكيد ده تأخير، تأخير وهم بيتأخروا جامد. يعني ممكن الجواز عشان يجدد بيقعد 3 شهور، بعد ساعات ويقعد 4 شهور وبيعدي، ايوه. بيتأخر جامد في ال طب المعاملة أخبارها إيه؟ كمواطن مصري بيتعامل مع موظف مصري في السفارة المصرية في بلد مش مصرية، بيبقى التعامل عامل ازاي؟ بقرف بيبقى كاره حياته وهو بيعاملها. اللي هو فكرة مدام عفاف دي، اللي هو روح هات بوسطة من الدور الثامن وانزل امضي من لا استاذ سيد من عند الشباك اللي جنب مدام سيدة، اي حاجة في اي حاجة، المهم انك بنتي يطلع عينك وخلاص. تطلع، انا بنتي منتهي الجواز بتاعها، فبقول له طب انا نازله نهائي، ما يقليش ان انا اروح الشباك الثاني مثلا او اخش جوه في الصاله الثانيه واخد اللي هي الوثيقه. فين اللي لما كمان واحد بيقول لي انت كذا ايه عندك، بقول له عندي عايز يجدد لبنته او مدد لها عشان نازله نهائي، بيقول لي لازم تجددها، وانا خلاص عملت النهائي لو ما ينفعش منها هي تقعد. قال لي يا عم سيبك منه خش اعمل وثيقه سفر. طب قلت له هو ما قالش ليه كده؟ قال لك لا هم ما بيقولوش لاي حد. ايوه يعني يا ريت بتمنى الدين والله يا ابو علي، يعني الناس اكيد سمعنا، ووزير الخارجيه سمعنا، والناس اللي مسؤولين على القنصليات والسفارات خارج البلاد وخارج الوطن مصر موجودين وبيسمعوا. يا ريت يا جماعه يتم الاستجابه لهؤلاء المصريين اللي عايشين في الخارج، فان يتم، هو الراجل مش طالب حاجه، لا الناس دي كلها طالبه حاجه زياده، عايزين حقوقهم بس، ان المعامله تتم معاهم بشكل من الرقي والتعامل بشياكه يعني. بشكرك شكرا جزيلا أبو علي من المملكة العربية السعودية.